فاطمة سعدي نائبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. اليوم كنت واجدة في اللقاء الذي تنظمه الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة حي الحسني احتفاء بالعيد الأممي للمرأة اللي كتنظمه الأمانة الإقليمية ديالنا هنا في مقاطعة حي الحسني، وهي مناسبة طبعا عندها الرمزية ديالها وعندها الدلالة ديالها الاحتفالية، لكن طبعا كنعتبروها محطة أساسية للوقوف على شنو اللي تنجز لفائدة المرأة وما لم ينجز للمرأة إلى الآن، ونطرحوا الأسئلة ديالنا اللي هي كنعتبروها جوهرية، خاصة وأننا في سياق خاص، سياق ديال واحد العدد ديال المراجعات، واحد العدد ديال الإصلاحات، وخاصة كنقولوا أن الخطاب الملكي خاصة خطاب العرش التاريخي كان بالنسبة لنا حافز كفعاليات حزبية وسياسية باش ننكبوا على الاشتغال لفائدة المرأة بنفس جديد، خاصة وأن الرهانات التي تنتصب أمامنا نعتبرها رهانات كبيرة، رهان تحقيق الديمقراطية الاجتماعية والتحديث السياسي، رهان وصول النساء إلى المؤسسات المنتخبة في ظل الجهوية المتقدمة، كذلك كسب رهان النموذج التنموي الجديد وشنا هو الموقع اللي غتحتلوا فيه، وأخيرا رهان كسب معركة الإصلاح. نتمنى أن تكون إصلاحات ومراجعات متنورة للنصوص التشريعية اللي كنعتبروها أساسية في الشق القانوني للارتقاء بالوضعية ديال المرأة وفي هذا الشق هذا. إلا أننا كذلك في هذه المناسبة نبغيونا نركزوا على بعض الرسائل اللي خصنا نعبروا عليها في هذه المناسبات، ألا وهو أن المسألة النسائية إلى الآن كنعتبروها مسألة اللي هي ركمت فعلا مكتسبات، لكن لابد وما نقولوا أن إلى الآن ضروري ما نطرحوا بعض الأسئلة، هو علاش المجتمع المغربي إلى الآن لا يتملك الحقوق النسائية لا على مستوى السلوك ولا على مستوى الممارسة. كذلك نطرحوا سؤال ديال وجود المرأة في الساحة السياسية، هل هو يعني وجود حقيقي أم هو وجود شكلي وغير مؤثر. كذلك نبغيو نطرحوا سؤال واش فعلا احنا كنساء اللي فاعلات في هذا المجال نلامس حقيقة جميع الإشكالات التي يعني تهم كل النساء، خاصة النساء القرويات في المناطق النائية الأكثر هشاشة، خاصة وأننا نعاين إلى حدود الساعة يعني نفس الوضعية، يعني نتغير بالشكل الذي نطمح إليه وبالشكل الذي نرومه.